أهم شيء في الدنيا الوقت. لماذا؟ لأنك لا يمكن تصلي إلا في وقت، لا يمكن تصوم إلا في وقت، لا يمكن تحفظ إلا في وقت، لا يمكن تزرع إلا في وقت، لا يمكن تنجب أولاد إلا في وقت، لا يمكن تحج إلا بوقت. إذن الوقت هو كل شيء في الدنيا. لذلك لما كان إبليس عدو الله وعدونا يريد أن يوقع بنا ويرى أن أبانا أخرجه من الجنة، قال لربه: ربي أنظرني، ربي إيش؟ أنظرني، أعطيني الوقت. ليش إبليس يطلب الوقت؟ لأن الوقت هو اللي يفعل فيه كل شيء، وهو يريد أن يبعدنا عن الجنة، يريد أن يضلنا. لذلك ربنا قال: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. هذه موارد التي تأتي للإنسان بالضلال. لذلك البدار والذي لا يريد أن يستقيم، والذي يريد أن يؤخرك عن التوبة، والذي يريد أن يسوي بك لتتأخر، قل له: أمنعني من الموت، أمنعني من الموت.